وفي الحقيقة نشكر هذه الجمعية الدولية اللي فكرت في الفنان المراكشي وكتفكر في الفنان المغربي، ولكن هذا الدورة عجبتني فيها المراكشيين بزاف، وهذا هو اللي جميل جدا، وتنشكرهم بزاف، وتنشكر هاد لي جون الصحافة الزوينين اللي بلا بيهم حنا ما كاينينش، لان الدعم ديالهم هو اللي تيوصل هذا الشيء، هذا التكريم اللي غادي نشوفوا دابا غادي يوصل للمتتبعين والناس والجمهور المغربي داخل الوطن وخارج الوطن. وهذا التكريم انا فخور به، وتنهدي لسيدنا الله ينصره، انه هو اللي بزاف ديال الحوايج اللي تيكون فيهم البركه ديال سيدنا. وحنا فرحانين كمراكشيين بهاد التظاهرات اللي تيكونوا في مراكش، وعلى راسهم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، زعما اللي تيكون تيعطي لواحد الهيبه لمراكش، واحد تيبان مراكش عالمي، تيبان في واحد المستوى رائع. وديما كوكب ومرحبا بكم وتبارك الله عليكم. راه شرفت انا، راه شرفت اخي. لا عييت، لا عييت نيت شويه، عييت ما بقاش ذاك الجهد اللي كان. الانسان من وراء العمليه تيكون الانسان، حيت من الطوموبيل كتبدل ليها شي حاجه في الطوموبيل بحال الموتور ديالنا حتى حنا، ملي كتكون تدوز عليك شي فتره تتعاود تاخذ شويه الراحه، وداك الجهد ما تيبقاش. الانسان واخا عندك راه خصك الصحه الانتاج، وما الشركه عادي كاين عندك انت كاين عند الاخر. الصحه هي اللي مهمه، الصحه حبيبي اللي خص الانسان يرتع على صحته، ولا رتعتي على صحتك ما خليتي على هذاك هو الكنز الكبير. فيلم رائع معايا فيه بوشرى هريج وفضيله بن موسى والشباب في مراكش، فيلم زوين. وان شاء الله دابا عندي واحد فيلم اخر اللي سميتو الزواق، غادي نصوره ان شاء الله في قبل رمضان. زعما كاين البركه، ولكن ما كاينش داك الشيء الكبير بحال عمل مسرحي كبير. هذاك المسرح دابا متعب، اما التلفزيون شي بس ما كاين، تتصور شي بس ما كاين، زعما مستعد الانسان. ولكن المسرح اللي صعيب ما بقاش عندنا الجهد ديال باش تصاوب عمل مسرحي. تبارك الله عليكم وسنه سعيده. في الحقيقه هاد التظاهرات جميله جدا، وكنشكروا سي لو بريزيدون إريك مع ابو سفيان وسي عبد الرحمن ايكو اللي اخترعنا باش نكون في هاد التكريم، وهادو هما اللي تيكونوا الفنان ديالهم بصح تيكون قلبهم كبير وتصفيقه حاضره على سي عبد الرحمن ايكو.